نتمناها للجميع مشاهدينا، وننتقل الى استعلامات مطار الخرطوم. صباح الخير يا اماما. اماما الو استاذة مجود، تسلمي. صباح الخير، كيفك؟ صباح النور حبيبتي. الله يخليك، تفضلي. صباح الأفاضل مشاهدي الكرام، السلام عليكم، وأسعد الله صباحكم بكل خير، مساكم بالصحة والعافية، أحييكم عبر قناة النيل الأزرق، وأقدم لكم رحلات اليوم الأربعاء 18 من أغسطس من عام 2021 ميلادية. الخطوط السعودية الرياض، رحلة رقم 459، وصول الساعة 8:10 صباحا، إقلاع الساعة 9:40 صباحا. الخطوط السعودية جدة، رحلة رقم 451، وصول الساعة 10:10 صباحا، إقلاع الساعة 11:35 صباحا. طيران السعيد عدن، رحلة رقم 534، وصول الساعة 11:30 صباحا، إقلاع الساعة 12:15 ظهرا. الخطوط القطرية الدوحة، رحلة رقم 1323، وصول الساعة 11:35 صباحا، إخلاع الساعة 12:35 ظهرا. فلاينات جدة، رحلة رقم 591، وصول الساعة 12:40 ظهرا، إخلاع الساعة 1:30 ظهرا. الخطوط الأثيوبية أديس أبابا، رحلة رقم 344، وصول الساعة 12:20 ظهرا، إخلاع الساعة 3:45 مساء. طيران السعيد عدن، رحلة رقم 534، وصول الساعة 2 ظهرا، إخلاع الساعة 6 مساء. شركة طيران الإمارات دبي، رحلة رقم 733، وصول الساعة 4:35 مساء، إقلاع الساعة 9:05 مساء. مصر طيران القاهرة، رحلة رقم 855، وصول الساعة 6:30 مساء، إقلاع الساعة 7:30 مساء. العربية للطيران أبوظبي، رحلة رقم 515، وصول الساعة 10:25 مساء، إقلاع الساعة 12:30 مساء. الخطوط التركية إسطنبول، رحلة رقم 680، وصول الساعة 11:25 مساء، إخلاع الساعة 12:25 صباحا. فلاي دبي من دبي، رحلة رقم 631، وصول الساعة 9:45 مساء، إخلاع الساعة 10:45 مساء. الخطوط القطرية الدوحة، رحلة رقم 1331، وصول الساعة 10:55 مساء، إخلاع الساعة 1:35 صباحا. الخطوط السعودية جدة، رحلة رقم 453، وصول الساعة 1 صباحا، إقلاع الساعة 2:30 صباحا. مصر الطيران القاهرة، رحلة رقم 853، وصول الساعة 2:15 صباحا، إقلاع الساعة 3:15 صباحا. الخطوط الأثيوبية أديس أبابا، رحلة رقم 342، وصول الساعة 2:20 صباحا، إقلاع الساعة 3:30 صباحا. فلاي نصر الرياض، رحلة رقم 293، وصول الساعة 5:40 صباحا، إقلاع الساعة 6:30. سعودية الرياض، رحلة رقم 459، وصول الساعة 8:25 صباحا، إقلاع الساعة 9:55 صباحا. الخطوط اليمنية عدن، رحلة رقم 632، وصول الساعة 10 صباحا، إقلاع الساعة 11 صباحا. طيران السعيد عدن، رحلة رقم 534، إقلاع الساعة 5 صباحا. تركوا للطيران جدة، رحلة رقم 2202، وصول الساعة 9:30 صباحا، أغلى في تمام الساعة 5:30 صباحا. تاركوا للطيران الكويت، رحلة رقم 2202، وصول الساعة 10 صباحا. بدل للطيران جوبا ملكال، رحلة رقم 636، وصول الساعة 6 مساء، أغلى في تمام الساعة 5:30 صباحا. بدل للطيران جمينة، رحلة رقم 640، وصول الساعة 1 ظهرا، أغلى في تمام الساعة 6 صباحا. بدل للطيران كانو، رحلة رقم 650، وصول الساعة 4 مساء، أغلى في تمام الساعة 7 صباحا. بدري للطيران الدوحة، رحلة رقم 680، وصول الساعة 3 ظهرا، أغلى في تمام الساعة 7 صباحا. بدري للطيران القاهرة، رحلة رقم 160، وصول الساعة 3:30 ظهرا، إقلاع الساعة 9 صباحا. بدري للطيران جدة، رحلة رقم 6662، وصول الساعة 1 ظهرا، إقلاع الساعة 9 صباحا. تركوا للطيران جوبا عنتبي، رحلة رقم 381، وصول الساعة 4 مساء، إقلاع الساعة 9 صباحا. بدري للطيران جدة، رحلة رقم 604، وصول الساعة 4:50 مساء، إقلاع الساعة 10 صباحا. تركوا للطيران عنتبي الرياض، رحلة رقم 385، وصول الساعة 3 صباحا، إقلاع الساعة 12 ظهرا. بدري للطيران عنتبي، رحلة رقم 710، وصول الساعة 7:45 مساء، إقلاع الساعة 1:30 ظهرا. بدري للطيران الرياض، رحلة رقم 6670، وصول الساعة 8:50 مساء، إقلاع الساعة 2:30 ظهرا. تركوا للطيران جدة، رحلة رقم 2204، وصول الساعة 7 مساء، إقلاع الساعة 3 ظهرا.
تركوا للطيران الدوحة رحلة رقم 234 وصول الساعة 1 صباحا نقلع الساعة 4 مساء. بدري للطيران جدة رحلة رقم 6660 وصول الساعة 8:30 مساء نقلع الساعة 4 مساء. بدري للطيران اسطنبول رحلة رقم 690 وصول الساعة 2:30 صباحا نقلع الساعة 5 مساء. بدري للطيران القاهرة رحلة رقم 684 وصول الساعة 1 صباحا إقلاع الساعة 6:30 مساء. تركوا للطيران الدمام رحلة رقم 2208 وصول الساعة 3:30 صباحا إقلاع الساعة 7:30 مساء. تركوا للطيران القاهرة رحلة رقم 112 وصول الساعة 2:30 صباحا إقلاع الساعة 8:30 مساء. تركوا للطيران الرياض رحلة رقم 2216 وصول الساعة 3 صباحا إقلاع الساعة 8:50 مساء. بدري للطيران جدة رحلة رقم 6664 وصول الساعة 1 صباحا إقلاع الساعة 9 مساء. بدري للطيران دبي رحلة رقم 200 وصول الساعة 8 صباحا إقلاع الساعة 10 مساء. بدري للطيران جدة رحلة رقم 6666 وصول الساعة 3 صباحا إقلاع الساعة 11 مساء. تركوا للطيران أسمرة رحلة رقم 214 وصول الساعة 3 صباحا إقلاع الساعة 12:25 صباحا. العربية للطيران الشارقة رحلة رقم 667 وصول الساعة 12:25 صباحا إقلاع الساعة 11:10 صباحا. تركوا للطيران جدة رحلة رقم 2002 إقلاع الساعة 5:30 صباحا. تركوا للطيران جوبا أنتيبي رحلة رقم 681 إقلاع الساعة 5:30 صباحا. تركوا للطيران الرياض 2216 إقلاع الساعة 6:10 صباحا. بدري للطيران الدوحة رحلة رقم 680 إقلاع الساعة 7:30 صباحا. مع تحيات الإدارة العامة لمطار الخرطوم وجميع الوحدات العاملة لمطار الخرطوم، مع تحيات لجميع السيم العامل بقناة النيل الأزرق للصباح الأربعاء. أشكركم على حسن الاستماع وكرم المتابعة. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا أمامة، وتمنياتي لكل المسافرين إن شاء الله برحلة سعيدة.